تحفه ميادين السباقات في ثاني ايام التحدي والتنافس في مهرجان اليمامه للهجن العربيه الاصيله، والذي يقام احتفالا واحتفاء بالفوز العالمي ببطوله العالمي للقدره نورماندي 2014، والتي احرزها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله. ونحن تحية أيضا نواصل بها تقديم هذه الرياضة عبر قناة دبي ريسنج مباشرة هنا في هذه اللحظات، لحظات التشريف المبارك ولحظات الحضور إلى أرضية هذا الميدان من راعي هذا المهرجان وراعي هذه الاحتفالية. إنه البطل العالمي الذي نحتفل به جميعا في عالم الأصالة الساحر في هذا المكان، في هذه المنطقة، وهذا الميدان ميدان المرموم للهجن العربية الأصيلة وتحفة ميادين السباقات، من أطلق عليه الميدان الذكي للتجديدات التي تمت في هذا الميدان هنا من تجديد ومن تحديث لكل ما سنتابعه على أرضية هذا الميدان. تحية نجدد بها الولاء لمحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من خلال تواجدنا هنا في لحظة البداية، لحظة الانطلاق، لحظة الاستعداد في ثاني أيام هذا المهرجان، والذي سيكون مخصصا لسن اللقاية على مسافة 4 كيلومترات، ولعشرين شوطا ستكون حاضرة في هذا اليوم، جوائزها كلها سيارات وتحديات. نرحب بالجميع، نرحب بالشعارات التي قدمت للمشاركة على أرضية هذا الميدان، والتي تضيف أيضا إلى وجودها هنا إثارة وتشويقا وتنافسا رياضيا مميز في هذه الرياضة العربية الأصيلة. نقدم للجميع كل الولاء والتحية والانطلاق، ونبدأ من خلال هذه اللحظات، نبدأ تبدأ الاستعدادات إذا المشاهدين الكرام في هذه اللحظة لبداية تحدي جديد، بداية تنافس جديد. في لحظات البداية والاستعداد لانطلاق أول الأشواط. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا متابعينا الكرام، تعلن انطلاقة أول الأشواط والشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار في منافسات سن اللقاية في ثاني أيام هذا المهرجان، مهرجان اليمامة للهجن العربية الأصيلة. انطلق الشوط الأول، انطلقت المنافسة، انطلق التحدي هنا على جوائز هذا المهرجان المميز الذي يعد أقوى مهرجانات هذا الموسم من بدايته في الانطلاق. على بركة الله بدأنا بأول الأشواط وهو شوطنا الأول، الشوط الخاص بالإبكار المفتوح. الذي انطلق هنا في منافسة قوية وتحدي مثير. نبدأ على بركة الله في هذه الانطلاقة لمسافة 4 كيلومترات في تحدي القوة وتحدي هذا السن، سن المفاجآت. نبحث عن مفاجأة مهرجان اليمامة من الشوط الرئيسي وهو الشوط المفتوح للإبكار إلى المقدمة مباشرة، والظفرة على المركز الأول عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، بينما المركز الثاني انطلاقة المركز الثاني تتواصل ابعاد عبد الله بن الدود بن خلفان الحرسوسي، المركز الثالث هملول على المركز الثالث حميد بن مطر بن عمير الشمسي، والمركز الرابع وصلت لحن سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي. انتقل للمركز الخامس السياد غانم بن حميد بن عبيد النعيمي، والمركز السادس شعار تميز لابن زيتون العنود محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما سابعا اليازي سالم بن علي بن هادي
الإبريسي المري، وهنا دخول للمركز الثامن من عنوان عبد الله بن محمد بن لويهي اليحافي، انتقل للمركز التاسع. يا سلام يا سلام، نشوف المركز التاسع دلما مبارك بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي، والمركز العاشر اشوف المركز العاشر شعار بالنصرة وانطلاقة بالنصرة، هنا تتابع الاتحاد صالح بن محمد بالنصرة العامري. يا سلام، هذه الاسماء، هذه السرعة، هذه البداية، هذه الرحلة للبحث عن الشوط الرئيسي، الشوط الاول، شوط الانطلاق والتحدي والتنافس. ما شاء الله، اول 2 كيلو، اول 2 كيلو من الاربعة، يعني منتصف المسافة، والصدارة هنا مع العنود، العنود على المركز الاول محمد بن عتيج بن محمد بن زيتون المهيري ما شاء الله، التي تعلن تواجدها على المقدمة والصدارة والتحدي الأول. الله الله الله، المركز الثاني متواجد الظفر عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وتتقدم هنا على المركز الثالث تأتي أسياد غانم بن حميد بن عبيد النعيمي في المركز الثالث، بينما لحن مرغم قادمة أيضا بقوة سالم بن راج بن حمد بن غدير على المركز الرابع، وفي المركز الخامس وصلت هملولة، في المركز الخامس حميد بن مطر بن عمير الشامسي، والمركز السادس تقدمت هنا دلمة مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. هذه الأسماء الأولى التي ننتظر منها المنافسة، ننتظر منها التحدي، ننتظر هناك مع لحظاتنا التي نقترب فيها ونواجه فيها منصة هذا الميدان، منصة تحفة الميادين، ميدان المرموم. أذكر الجميع الرنج روفر يقف بعد بداية هذه النقطة، نذكر الجميع بالموقع الآن 1200، وصلنا إلى نقطة النهاية، والصدارة لا زالت على المقدمة، العنود عناد الصدارة والاحتفاظ بالمركز الأول في المقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. دلما وصلت، وبن شملان يصل، مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي يصل بدلما للمركز الثاني في هذه اللحظة، وعلى المركز الثالث من خلال التحدي وتابع أسياد غانم بن حميد بن عبيد النعيمي، وفي المركز الرابع هملولة حمد بن مطر بن عميره الشامسي في تحدي الإثارة، انطلاق كبير هنا في لحظات النهاية. دل ما تتقدم، دل ما تذهب إلى المركز الأول. يا سلام، هذه الجزيرة السياحية المميزة هنا في دولة الإمارات. الله الله الله، دل ما دل ما دل ما من هناك من المناطق الغربية بدولة الإمارات تصل على المقدمة والصدارة. دلما مبارك محمد بن شملان الفلاحي تنطلق. يا سلام يا سلام، المركز الثاني المنافسين وصلوا، شقرة عبد الله بن سعيد العسكري العسكري العسكري، هجوم عسكري من العسكري على المركز الأول. دلما 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 ولا شقرة؟ شقرة، يا سلام يا شقرة، طارت الشقرة، انطلقت الشقرة. يا سلام، شقراء ميدان المرموم، وهناك المنافسة، منافسة بين دلما دلما، صمود هذه الجزيرة العالمية. دلما بالفعل، دلما والغربية يحتفلون، شوطنا الأول، الشوط الرئيسي، شوط المنطقة الغربية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، دلما إذا مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي بطل الشوط الرئيسي في هذا اليوم، يوم مهرجان اليمامة. المركز الثاني شقرة عبد الله بن سعيد العسكري، المركز الثالث هملولة، في المركز الثالث حميد بن مطر بن عمير الشامسي، المركز الرابع هي الدوحة علي بن فاران المري، والمركز الخامس كانت زعزعة محمد بن زايد بن محمد المنصوري. يا سلام يا سلام، نشوف ايضا بطلة الشوط الاول، بطلة التحدي الاول. هنا الناموس يذهب الى المنطقة الغربية مع وجود دلما. يا سلام، 6 دقائق، نقول 6 دقائق وثانيتين واربعة من اجزاء من الثواني في هذه الانطلاقة المميزة. تهانينا لمبارك بن محمد بن شملان الفلاحي، تهانينا لأهالي الغربية كافة في هذا الصباح الجميل. مشكور يا بن شملان، ما شاء الله، نوعية مميزة
وانطلاق مميز. المركز الثاني شقرة عبد الله بن سعيد العسكري ايضا 6:03:09 من الاجزاء من الثانية ايضا تعد الانطلاقة تعد التحدي والاندفاع تهانينا. والناموس والمركز الثالث كانت متواصلة هملولة على المركز الثالث ايضا تهانينا والناموس في هذا المسار من خلال تقديم هذا الشعار ايضا لهذه الهملولة التي وصلت في المركز الثالث. حميد بن مطر بن عميره الشامسي يصل ايضا مع هذه اللحظات 6:09:08 من الاجزاء من الثانيه. ما شاء الله وتبارك الله تتواصل تحدياتنا وينطلق ايضا على بركه الله في هذه الانطلاقه الثانيه في الشوط الرئيسي الخاص بالجعدان. انطلاقه ثانيه تحمل هذه الاثاره، تحمل هذه التحديات، تحمل هذه المنافسه.